طيب احنا فعلا كلنا بنتلخبط او اغلبنا بقى كتير قوي ما بيبقاش عارف كل حته لحمه دي اسمها ايه واستخدمها في ايه والدنيا دي كلها. عايزين بقى كده واحده واحده للحاجات الكتير اللي قدامنا وتعرفنا كده. طيب طبعا احنا جبنا لكم دلوقتي ربع عجل، ما جبناش عجل كامل، جبنا ربع ذبيحه من العجل. تمام. فطبعا لما نقول العجل او ربع العجل ده اللي احنا جبناه ده بيتكون من ايه، هنبدا باول حاجه معانا كده بالموزه. ايوه كل الناس هتبقى عارفه شكل الموزه، عشان يعني كل قطعه دلوقتي هنقول اسمها دلوقتي، يا رب برده يا ريت الناس برده تركز معانا عشان تبقى عارفه القطعه وشكلها ازاي وشكلها عامل ازاي. صحيح. دي الموزه اللي هي فيها الجيلاتين. ايوه دي تبدا الفخده اللي انا جايبه دلوقتي اللي هو ربع العجل، بيبدا معانا باولنا الموزه، ونبدا حاجه اسمها فرخه الموزه. في فرق بين الموزه وفرخه الموزه يعني ايه بقى؟ ان شاء الله ده كله هشرحه لك حضرتك يعني بالتفصيل دلوقتي، وانا بوضبها لك بقطعها لك برده. تمام. يعني هوريكي ايه الفرق بين الموزه وفرخه الموزه، وهوريكي حاجات جديده ان شاء الله يعني تكتشفوها برده معانا في الحلقه هنا عشان الناس تبقى عارفه تفرق ما بين دي وبين دي. يبقى الموزه وفرخه الموزه. عرق التريبيانكو اللي هو اللحمه البارده الروستو. أيوة. ده اهو شكله اهو. ده ظهر الفخده. ده ظهر الفخده، خلي الناس تركز معايا عشان ده بيبقى خشن شويه. ده ظهر الفخده. معانا وش الفخده. طبعا اكيد كل الناس تسمع عن حاجه اسمها وش الفخده ومعروف وش. أيوة. الفخده. معانا السمانه، دي سمانه بتاعت الفخده او بيسموها البطيخه، يعني واخده الشكل الدائري كده. دي السمانه ايه كده. أيوة. دي بقى مميزات اللحوم. القلاطه دي اللي هيبقى عليها اغلبيه الشغل النهارده ان شاء الله، اللي هي الكولاطه. الناس تبقى عارفه كده ان دي الكولاطه، تفتكر بس كلمه الشوكولاته هيشيلوا حرف الشين بس كده، يبقى خلاص بقت الكولاطه دي كده. لان هي حته لحمه ان شاء الله هتبقى ايه، تبقى زي الشوكولاته. معانا تاني بقى الايه، الانتر كوت الستيك. الانتر كوت الستيك، وجبنا لكم برده قطعه من الريب اي، هم الستيك الانتر كوت. وبعديها على طول جبنا لكم قطعه برده اسمها الريب اي. طبعا بقى عندنا مميزات اللحوم، عرق الفليتو. ايوه ده عرق الفليتو ده بتاع الشوي ده، ده قصه تانية ده بقى. بس فدي كده يعني ده ربع العجل. طبعا الربع الثاني بقى فيه نفس دي لحد كده. في بقى تاني الربع الثاني اللي بعديه اللي هو الكتف او المقدم. اللي هو فيه قشره اللوح وفيها السن وفيها الرقبه. هي يعني طبعا الربع العجل الامامي برضو فيها زي ما في موزه في الفخده، في موزه في الكتف. بس موزه الكتف بيبقى فيها نسبه الجيلاتين بتبقى فيها اعلى شويه. فطبعا الربع الامامي، لان ده ربع الخلفي. الربع الامامي بقى اللي هو مثلا بيبدا برضو من فيها موزه برضو موزه الكتف، فيها برضو قشره اللوح وفيها صباع اللوح، فيها الرقبه وفيها السن وفيها الدوش. ايوه ده اللي هو ربع العجل الثاني. ونص العجل الثاني نفس القطعيات دي كده. بس طيب. دي كده انواع اللحمه، دي اساميها. طيب تحب تعرفي ايه يا استاذه؟